صباح الخير، هنكمل إن شاء الله بقية موضوع الارتباط. انتهينا قبل كده في الارتباط سبيرمان، وقلنا ده يستخدم في 3 حالات: إذا كانت القيم وصفية، إذا كانت القيم ترتيبية، أو قيم كمية أو يعني أرقام، وطلب منك معامل ارتباط سبيرمان على طول. معامل ارتباط بيرسون ده مخصوص بقى، معامل ارتباط بيرسون ده للمتغيرات الكمية اللي هي الأرقام، زي درجات الحرارة 35، 28 الحرارة، 27، أرقام يعني بنستخدم فيه معامل ارتباط بيرسون. برضو معامل ارتباط بيرسون بيبين لي زي سبيرمان بالظبط قوة واتجاه العلاقة، زي ما شرحنا. برضو معامل الارتباط ممكن يبقى شرطه موجبة، ممكن تبقى شرطه سالبة. إشارته موجبة يعني الارتباط طردي، الإشارة سالبة معناها الارتباط عكسي. قوة العلاقة معناها إن لو معامل الارتباط 75% فما فوق يبقى العلاقة قوية، لو أقل من 50% معناها العلاقة ضعيفة، بين 50 و74% يبقى بنقول معامل ارتباط بيرسون. عايزين نشوف في صور رياضية كثيرة لإيجاد معامل ارتباط بيرسون. يعني ايه صور رياضية؟ يعني المعادلة اللي انت بتجيب بيها معامل ارتباط بيرسون. ادي اول معادلة. في معادلة تانية، احنا هنستخدم المعادلة التانية دي، اسهل. نون مجد س ص ناقص مجد س في مجد ص على الجذر التربيعي. كل المقام ده جذر تربيعي. نون مجد س تربيع ناقص مجد س الكل تربيع في نون مجد ص تربيع ناقص مجد ص الكل تربيع. اعتقد تحت كل ده بالجذر التربيعي، والقوس الاولاني اللي تحت الجذر زي القوس الثاني اللي تحت الجذر، بس ده بالنسبه للسين وده بالنسبه للص. مثال الأولاني: في دراسة بين حجم الإنتاج بالطن س وتكلفة الإنتاج بالمليون جنيه ص خلال 9 شهور، تم الحصول على النتائج الآتية: أدي س وأدي ص. الس عندك 1 2 4 8 6 5 8 9 7 وص، احسب معامل ارتباط بيرسون. أو ممكن ما يقولكش معامل ارتباط بيرسون، بيقول لك احسب معامل الارتباط المناسب. أول ما تلاقي قيم كمية أرقام يبقى معامل ارتباط بيرسون. مجد س ب 50 ص 49 وهكذا، هتعوض في قانون طلع 985 من قبل. يعني معامل الارتباط طلع موجب، يعني العلاقه طرديه. 98% معناها ان العلاقه. برضو مساله ثانيه، مديك الس ومديك الص وبيقول لك احسب معامل الارتباط المناسب. طالما لقيت القيم كمية يعني بالأرقام وقال لك هات معامل الارتباط المناسب، يبقى هو معامل ارتباط بيرسون. هتجهز الجدول اهو، ادي السين ادي الصاد اللي انا مديهم لك في التمرين. هتجيب سين صاد اضرب السين في الصاد، هتجيب سين تربيع هتجيب صاد تربيع. طلع 898 من ألف. سيبك من الثمانية الأخيرة دي، 89% موجبة يبقى العلاقة طردية. 89% العلاقة